عن حالة الطوارئ أو تاريخ تطبيق حالة الطوارئ في مصر في السنوات اللي فاتت، واللي استدعى طبعا الظروف الاستثنائية اللي بتعيشها مصر لإعادتها مرة تانية على الأرض. هنتابع ده في التقرير اللي جاي. منذ قيام ثورة 25 من يناير شهدت البلاد أحداث عنف وشغب عديدة دفعت القيادة السياسية لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التي ألقاها مساء أمس الأحد بعد تفجير كنيستين بطنطا والإسكندرية. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها حالة الطوارئ في البلاد، حيث أنه تم إعلانها عددا من المرات خلال 6 سنوات الماضية، في مارس من عام 2011 وعقب تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد، قرر المجلس إعادة العمل بقانون الطوارئ جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح. وفي الذكرى الثانية لثورة 25 من يناير عام 2013 بعد أن تولى الرئيس الأسبق محمد مرسي رئاسة البلاد، أعلن إعادة العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى لمدة شهر بسبب أحداث العنف في مدن القناة أثناء الاحتفالات بالثورة. في أغسطس من عام 2013 وخلال المرحلة الانتقالية بعد تظاهرات 30 من يونيو، قام الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة العمل بقانون الطوارئ وفرض حالة الطوارئ في 14 من أغسطس ولمدة شهر من تاريخه، وذلك عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء، حيث يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري، وتسمح حالة الطوارئ للرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات استثنائية بموجب تطبيق قانون الطوارئ، من بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومصادرة الصحف، فضلا عن تمكين الجيش من فرض الأمن.